تبكي، انا ما احب اشوفك زعلانه. انا ماني زعلانه، ماني زعلانه. يلا يا وليدي رد فراشك، وراك قاعده من الصبح. يلا يما انا كبرت اقدر اعرف اللي ضايقك. يما انت خايفه على عمي فرحان مو كذي؟ لا ترى انا يما الله يخليك لا تخافين علي، انا معاه وماني هادي الدكان، ووعدك ما هد عمي فرحان كلش. بس انت لا تبكي، نادر انا خاف على عمك فرحان وعليك وعلى بيتنا، بيتنا اللي بنيناه بالحب. يا وليدي احنا ما عندنا شيء نخاف عليه، ما عندنا غير سعادتنا، سعادتنا اللي بنيناها بالتعب والسهر. يمك انا بكل صلاة اطلب من الله سبحانه وتعالى يحفظنا من اهل الشر. نادر يمك وعدني، وعدني مرة ثانية انك بتوقف مع عمك مع ابوك اللي يحبك. وعدني يا نادر، نادر احنا ما عندنا احد غيرك، انت وليدنا وزهرة بيتنا وضوء عيوننا، انت كل شيء بالنسبة لنا. بن عاطي فضه ارجوك ما ابي اسمع صوتك، لا تسمعيني صوتك يا فضه، ما احب اسمع صوتك ارجوك. لم الذهب يا بن عاطي. الم الذهب؟ المه؟ لا لا، الذهب هذا حياتي، الذهب هذا متعتي ما انسى. واهل الفريج؟ ترك الفريج واهل الفريج، ذبحتيني بالفريج. انا ما حبيت اهلي، هالدور احب اهل الفريج. لا مو عقب ما دفعت فيه الثمن غالي، مو عقب ما نساني بنتك، مو عقب ما نسيتك. انت اللي ما رحمتنا، ظلمتنا، ظلمت نفسك، ظلمت الناس، ظلمت نفسك، ظلمت نفسك، ظلمت نفسك. لا 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 يا فضة، لا لا يا فضة، واخري عني، واخري عن طريقي يا فضة، واخري عني، واخري عن طريقي. احلت ريحتك يما، خليتي لي احلى واغلق ما شاف الدنيا،
خليتي لي ريحتك الحلوة. علشان كذي أنا ما أحب اللولو ولا الجواهر. أنت اللي خليتي لي الدنيا ذهب. يما بقولك شيء يفرحك وايد. خلاص يما نادر راح يصير أخوي. أنا وحمدة فكرنا بطريقة جديدة. بديت أستعمل عقلي وعرفنا ليش نادر ما كان يقدر يصير أخوي. علشان هو فقير وأنا غنية. تدرين أبوي عنده فلوس وايد. عد أنا قمت وخذت من فلوس أبوي عطيتها حق نادر علشان يصير غني. بهالطريقة بس يقدر يصير أخوي. إيش رأيك يما؟ مستانسة؟ الحمد لله. انزين يما أنا الحين بنام. تصبحين على خير. أنا لازم أشوف لي طريقة مع حراوي وهو يا الشبح ماله اللي مو مخليني أرتاح لا ليل ولا نهار. يا
بن عاطي بن عاطي بن عاطي. لا خلونا نام خلونا نام، أبي نام يا ناس خلونا نام. والناس بيسكتون عنه؟ حضرته مسوي روحه تاجر 24 ساعة يفتر بالسوق ويصيح البضاعة الأصلية البضاعة الأصلية، يتاجر بفلوس بن عاطي 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 بن عاطي. يقول بن عاطي إنكم متعاونين مع الحرامية اللي يبوقون أموال الفريج، وإنكم قاعدين تستفيدون من المسروقات تتناصفونها بينكم وبين الحرامية، 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 أكيد مثلي. حاولت تنام، قمت تتقلب بفراشك مرة يمين مرة شمال ولا جاك النوم، مو كذي؟ لا مو كذي، ولا أنا مثلك فرحان. ايش عندك ايش عندك فرحان؟ أنا حاس إني فقدت محمد وما أبي أفقدك أنت بعد، ولا أسمح حق أي مخلوق في الدنيا إني يفرق بيننا، تفهم؟ بس هذا اللي فيك، لسان طويل وكل كلمة هالكبر. ها؟ والله ما تقول لي انت وين تجيب هالكلمات هذه؟ ايش تبيني اسوي؟ شلون اثبت لك اني حاس باللي انت حاس فيه؟ الله يلوم اللي يلومك يا فرحان. يا فرحان انا عارف شو اللي مخوفك، عارف ان احمد بن عاطي ايده طويله علينا كلنا، انا وانت ومحمد وحتى ابو حمد الراوي. انت شابك انت؟ منو اللي قال لك انا موجود هني؟ انا ترى راسي انترس من هالحكي. كل واحد يتكلم من صوب. ايش تبون؟ ايش تبوني اسوي؟ من اللي قال لك تحدى احمد بن عاطي؟ ومن هو طلب منك انك لازم بروحك توقف بقوه الحراميه؟ افهمني يا فرحان، كلام ابو حمد صحيح، احنا ما لازم نفقد بعضنا بعض، وهذا اهم شيء الحين. سمحنا لهم يتحكمون برزاقنا، لكن احمد بن عاطي وجماعته يبون يخلونا نفقد بعضنا بعض، يبون يخلون كل واحد يشك برفيجه، وبعدين نطلع احنا الحراميه وهم يطلعون انظف الناس الفريج. عبد الله ارجوك رجاء خلي هني بروحي. لا ماني مخليك ولا نهادك، ابيك توقف معاي وانا بوقف معاك.
شنو؟ توقف معاي ووقف معاك. إنزين من هو اللي يوقف معانا؟ ما احنا محتاجين من يوقف معانا، احنا ما سوينا شيء نخاف منه. انت ما رديت اللي اخذته من الحرامي قطاع؟ يا خذ، وهم قال اني اخذت فلوس من قطاع. اخذت يا فرحان، اخذت، وانا هم اخذت. مو هذه بضاعته اللي قاعده تاجر فيها من فلوسه؟ مو هذا كلامك؟ راح خلاص خلاص. انت رديت الكيس اللي حطه قطاع بدكانك، وانا هذه بضاعته تلبسها الجراجير، تلبسها قروش البحر بعد سكر. الظلمة. النور خير، النور يبدد الظلام، الظلام خوف منه ما أحبه لأني أحب الخير، لأني عارف نفسي حرامي فاشل. صراي واحد يبدد الظلام هالمغارة الموحش، صراي واحد صبرني على بلواي. آه يا ابن عاطية، سويتها تحط لي بدال الذهب ورقة تضحك علي؟ يعني مصمم انك تلعب علي ها؟ ما كفاك اللي سويته فيه. لكن وين تروح؟ وين تروح يا ابن عاطي؟ وين الذهب وشفته بعيوني؟ والهنود باكر جايينك، باكر اتفاق هي جولد جولد اتفاق بعد ما صار يا ابن عاطي، ما صار. شو اسوي يا ربي؟ شو اسوي؟ شلون انام؟ ايش فيني انا؟ ايش
شفيني أبنام أبنام أبنام. أول مرة أحس بقيمة النوم. ياه، معقولة ما أقدر أنام مثل العالم؟ لا لا، ماكو فايدة، ماكو فايدة أبدا. إيه، أنا عارف شو اللي نومني. الله، أيما يا حلو الفلوس، يا حلو ريحة الفلوس. هذا اللي نوم، هذا اللي خلي الواحد يقدر ينام الحين. الله، فلوس، ريحة الفلوس تخلي الواحد يرتاح، تخلي الواحد يعرف شلون يحط رأسه على المخدة وينام. افدي نفسك، اطلق الذهب يا ابن عاطي. انا اطلق الذهب؟ معقول عاد؟ تعالي يا الفلوس، تعالي تعالي نامي يمي، تعالي خل اضمك على قلبي علشان ارتاح واقدر انام. خلي يرب الريحة الثانية، خلي يرب ريحة الأصفر، ريحة الذهب. ليش ما أقدر أنام؟ أثريني مبيوق، أحمد بن عاطي مبيوق، أنا مبيوق. Thank you.
Thank you.